السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت من تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله هنشارك معكم الطريقة ديال الخياطة ديال السنسلة في الصاية، يعني كيفاش تخيطوا السنسلة في الصاية. المهم انا عندي دابا غير هاد الطريف ديال التوب، ولكن غنوريكم فيه كيفاش تخيطوا السنسلة وتجينا مزيانة في الصاية. اول حاجة خص ضروري نديرو الصباط ديال السنسلة، يعني من الاحسن باش كتجيكم السنسلة مقادة في الخياطة ديالها. وانتم غنوريكم الصباط ديال السنسلة كيفاش تيكون. ها انتم هذا هو الصباط ديال السنسله، انتم كيفاش تيكون. كيكون كاين هاد الجهه هكا ديال اليسار وكاين الجهه ديال اليمين، يعني ممكن انكم تركبوا الجهه ديال اليسار وتخدموا بها وتبدلوا الجهه ديال اليمين وتخدموا بها. دابا انا هذه غنخدم بها الجهات بجوج، يعني الا كان عندكم هاد الصباط من الاحسن ديروه وخدموا به كيساعدكم. انا نركب الصباط ونبدا معكم. ها انتم دابا بعد ما ركبنا الصباط ديال السنسله، اول حاجه هاد التوب اللي كيكون عندنا كنقول لكم تنخلي واحد 4 سنتيم تكون زايده في الجنب، يعني هنايا هذيك هي اللي نخدموا عليها السنسله. بحال دابا مثلا انا هذه غتكون صايه، غنجي بحال هكا نخلي هذيك 4 سنتيم اللي غتكون عندي زايده غنطراسيها هكا. هانتوما كيف ما قلت لكم كنبداو نخدموا على هذيك الزياده اللي خلينا. اول حاجه نحيدوا هذا الشيء ونخدموا هنا، كنحطوا السنسله بهذه الطريقه، كنحاولوا نخلو هذيك الفتحه فين كنكونوا معلمنها كنخليو هذه هابطه غير شويه عليها هنا باش تبقى لنا مسدوده مع هاد الزياده اللي هنايا. الا بقات لينا شي حاجه الفوق ممكن اننا نقطعوها. دابا انا هاد السنسله راه عندي طويله على هاد الطريف اللي نوريكم فيه، ولكن ماشي مشكل ما نقطعهاش حتى دابا نوريكم، يعني ما كاينلاش نضيعها. دو على بركه الله انتما عندي الصباط ديال هاد الجهه، يعني هكا غنخدم بهاد الجهه نقلب الثوب بهذه الطريقة وانا كنخدم. بسم الله نديرو لغاتنا انتوما. دابا غنقلبو هكا وندوزو عليها الخياطة هنا على الحرف. غير بشويه عليكم، انا دايره حتى اللون مغاير باش تبان لكم الخياطه. ها انتم دابا هاد الجهه ها هي خيطناها واضحه. دابا ندوزو نخدمو الجهه الثانيه. الجهه الثانيه نخدموها على الحرف هكا وهنخيطو دائما السنسلة من الفوق، دائما تكون عندنا السنسلة هي الفوقانية. قادو التوب ونخدمو الجهة الأخرى. خدمنا على الزيادة اللي خلينا، هذه غنخدمو على الحرف ما نخلوش الزيادة. انتوما واضح. دابا هذيك الزياده اللي كانت عندنا غنطوها بحال هكا نغطيو بها السنسله، كتجي السنسله مغطيه. هذيك 4 سنتيم اللي قلت لكم خليوها، علاش نخليوها هكا؟ باش كتجي لينا مغطيه هنايا مع السنسله. بغيتو هكا وتمشيو نيشان، بغيتو تشدوها بالفنتات باش تبقى لكم العبار مضبوط هكا. نشدو تاني من هنا وكنبداو الخياطة من هنا. دابا عندي انا الصباط ديال هاد الشيء غنقلب من هنا باش يجيني على الحرف.
نبدا من هنا من التحت. دائما ردوا البال لهاد الحديده ديال السلسله باش ما تهرش لكم الابره. كنبداو من هنا دائما لاغيط معاك في الاول. هنا كنحاولوا بحال تنديروا واحد الدويره خفيفه. كنحاول نطلعو مع السلسلة نفس العبار. وهانتوما هذا هو الشكل النهائي ديال السلسلة كيفاش كتجي. هانتوما هاد الزيادة راه كتقطع وكتلصق هنايا السمطة الفوق، كتجي الصدفات هي مع السمطة. المهم هانتوما كتجي هاكا مفينية. السلسلة كتحل بحال هاكا وكتسد كتجي مغطية. هذا هو الدار ديال الصاية كيفاش كيكون. كتكون هنايا الخياطة اللون ديالها في اللون، انا دابا درت لكم بلون مغاير باش يبان لكم. وكنتمنى من هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والى فيديو قادم باذن الله. مع السلامه.